ارفع الاذان. ما قصة أغنية محمد عبدو مع القدس؟ بنعرفها من الدكتور العرفش، تفضل. شوف يا أبو يحيى، الحقيقة أنا شفت كذا تغريدة وكذا أنه محمد عبدو غنى للأوطان وما غنى للقدس، والحقيقة هذا في ظل الفنان العربي. صحيح أنه إحنا نطمح، يعني الناس يقولوا لك أنه دعم أكثر وكذا، لكن خلينا نقول إحنا نبدأ بالأغنية وبعدين بالدعم المالي وبعدين بالدعاء، مراحل، كل واحد يسوي بحسب استطاعته. محمد عبدو غنى 4 أغاني للقدس، إذا أنتم ما تعرفون فنقول لكم إياها. 4 أغاني غنى. شوفوا هذا الغريب، الأمير تركي بن طلال أمير عسير في عام 1999 كتب نصين. الأول اسمه يا خود اللي في غزة في قلبي لك معزة، هذا مطلع القصيدة، وأيضا قصيدة أخرى غناها باسم عن القدس، كلها تتحدث عن القدس من الحان محمد عبدو. أيضا الشاعر السعودي الله يرحمه توفيق شهاب كتب أوبريت كامل عن القدس عام 2000 أيام عز الانتفاضة، ومحمد الرحن ومحمد شفيق، كان في رابح صقر ومحمد عمر وعطلال سلامة وعبادي الجوهر وعلي عبد الكريم ومجموعة من أولهم محمد عبده. لكن قصتنا اليوم هي أغنية كتب كلماتها بدر عبد المحسن. بدر عبد المحسن تعرف ما يكتب إلا عامي، هذا النص بالفصحى غناه محمد عبدو اسمه القدس بكلمات بدر بن عبد المحسن، جاب فيها القوافل، أريد أن أصلي في المسجد الأقصى في القدس، يعني سنابل وقوافل، رائحة القدس تجدها في هذه النصوص. وأنا أتمنى أن الناس تسمعها بتأمل وحيجدون أنه فعلا محمد عبدو أدى 4 أغاني للقدس. وفي هذا المنبر وعشان نختم نقول اللهم ساعد إخواننا في غزة وفي غيرها وفي كل مكان، أي إنسان يقع عليه ظلم الله يرفع عنه الظلم. نعم دكتور، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. تحية للأمير بدر عبد المحسن والفنان محمد عبدو.